في سوهاج أعلن رئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني عن تجديد منح 7 كليات والإدارة المركزية ومنتدى الدولي للاعتماد، مؤكدا على أن الجامعة مستمرة في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي السليم، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والإبداع. من سوهاج تفاصيل أوفر مع الزميلين خالد المشنب وعبد الفتاح الدقيشي. هنأ الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على ما حققوا من نجاحات بتجديد حصول عدد 7 كليات والإدارة المركزية على تجديد شهادتي الأيزو 9001 لعام 2015 وشهادة الأيزو 21001 لعام 2018 من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، وهي كليات العلوم والطب والآداب والتمريض والزراعة والتجارة والصيدلة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية بالجامعة، والذي يؤكد على تميزهم في تطبيق المعايير الدولية للجودة وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة. ومن جانبه أكد الدكتور جمال سرور مدير إدارة تطوير الأداء الجامعي أن حصول 7 كليات بالإضافة إلى الإدارة المركزية بالجامعة للعام الثاني على التوالي على شهادة الأيزو يعتبر واحد من أهم إنجازات الجامعة، والتي تسعى دائما إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر وتحقيق المزيد من النجاحات. نجحنا إن احنا نحصل للجميع تجديد لشهادة الأيزو بدون أي إخفاق، وده بفضل الله. الموضوع ده بيعني أشياء كتيرة جدا، بيعني إن احنا نجحنا نعمل تحسين للعمل داخل الجامعة، نجحنا إن احنا نعمل استبياناتنا، نعمل خدمة لرضا العملاء، وكان دايما تركيز حتى الشركة المانحة كانت مركزة تماما على كيفية إرضاء العملاء من طلاب أعضاء التدريس، من أولياء أمور، من كل مستفيدين الخدمة من الجامعة، وهم شافوا أشياء مشرفة جدا تساعد إن جامعة سوهاج منطلقة انطلاق كبير نحو التقدم بإذن الله تعالى، وإحنا بنطمع في المزيد. إحنا النهارده خدنا عندنا تجديد 16 شهادة لأيزو 9001 2015 21000 2018 للثمان مراكز الإدارة المركزية وال7 كليات، يعني 16 شهادة، وأملنا أكبر إن إحنا إن شاء الله السنة الجاية ما يبقاش نفس العدد، إنه يتضاعف، لأن إحنا يهمنا تماما إن الجامعة بكامل كلياتها تؤدي هذه الخدمة المميزة لعملائها والمستفيدين وللمجتمع الخارجي اللي خاص بينا، لان احنا هو ده ما يهمنا، هو هدفنا الاول والاخير. النهارده كان اليوم الاخير في مراجعات الكليات الجامعه. كليه الصيدله اجانا كانت حاصله على شهادات الايزو 9001 اصدار 2015 الخاصه بنظم اداره الجوده، والايزو 21001 اصدار 2018 الخاصه بالمؤسسات التعليميه. الكلية كانت حاصلة على الشهادة من سنة 2022، كانت أول بداية عهد ليها مع تطبيق نظم الإدارة المختلفة. السنة دي حصل تحسن كبير جدا في تطبيق النظام، لأن عدى عليهم سنة وكانوا لسه في البداية التعريف بالمواصفة، دلوقتي بقوا ما شاء الله عليهم، وشفنا رجعنا على المستندات الخاصة بالإدارات المختلفة من أول مكتب سيادة العميد والسادة الوكلاء ووحدة ضمان الجودة، رجعنا وانطلقنا على قاعات التدريس والمعامل الموجودة في الكلية. البنية التحتية الخاصة بالكلية بقى في حالة جيدة جدا. الكلية اتميزت انها السنة دي كان أداها أفضل بكثير من السنة اللي فاتت، لأن طبعا السنة اللي فاتت لسه في بداية التطبيق. آخر اليوم المراجعة فريق المراجعة أوصى باستمرار سريان الشهادات اللي عايزه حصل عليها الكلية. في الأيام السابقة رجعنا الكليات المختلفة، أنا كنت من ضمن فريق المراجعة اللي رجع كلية الطب وكلية الآداب وكلية الزراعة. برضو كان في طفرة حصلت في الكليات الثلاثة اللي أنا رجعتهم عن السنين اللي فاتت، برضو في الأداء، والكليات برضو ما زالت بتجهز للاعتماد الأكاديمي، فدي كانت نقطة مساعدة ليهم وكانت قوة ليهم إن هم يخشوا الاعتماد ويحصلوا على الاعتماد للبرامج المختلفة فيهم، وبترفع من شأن الكلية على المستوى الدولي. كنا معكم من جامعة سوهاج عبد الفتاح الدقيشي، وتحياتي خالد مشنب لقناة طيبة.